هلو. الهديه ديال العيد ديال سلمى اللي جابت لي سلمى، كانت عملت لها الضوماند ونهار العيد ما كانش باقا ما جات. غنحلها ونشوف شنو هذا الشيء. هذا الشوكولات بعدا، عارفه اني كتعجبني الشوكولات. او سلمى جابت لي هديه هي، بلاتي نشوف. او ماما 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 هادي اللي كتعجبني انا كاع، فيها ليك زوينه هادي. لا شكرا. المهم هادي اللي ما شافش الهديه ديالتي ديال العيد اللي كانت جابت سلمى، ومي انا جابت لي انا وما وبا جابت لينا طوطه محمد، جابت له بارفوم اللي كنت هي. وانت انت جابتك هذيك الاخرى ديال سميتو ديال المهم شي ماركه اخرى. اوكي المهم تهلات فينا سلمى، ما خلات حتى واحد هذا العيد هذا. هي هكا ولا هكا دائما كتعمل لينا سميتو، كتعمل لينا الهدايا. ايوا لي فور سلمى، شوف شنو كاتبه ليا. هكا شنو كات شنو كاتبه، كتقلت لي لي فاطمه كلاين خايت يوم ذاتي هيت فردين سعيد مبارك. لا دا تيش ميدان كلاين خايت، هذه ماشي شي حاجه صغيره. لا شكرا سلمى لي فياو. هادشي اللي غادي نقول، دابا غادي نكمل معكم، غادي نمشيو للفيديو اللي كيستناكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي نديكم اليوم ندير معكم واحد الدويره في ليدل ان شاء الله. غادي تشوفوا، عمري ما صورت معكم ليدل. المهم كيجيب هميزات زوينين، كيجيب حوايجات زوينين، والكاليتا عنده مزيانه بصراحه. بزاف اللي كيقولوا بلا ليدل راه ما عندوش شي الكاليتي، ما عندوش شي، بالعكس الكاليتي ديال المانيا، وهي اصلا شركه المانيه، وجربت الحوايج ديالو في اي حاجه، لا في ديال الباس ولا في هذا ولا في داكشي الماكله ولا. والخضره ديال ليدل راه النمره واحد، نقول لكم في هولندا كامله اللي كتباع الخضره كتباعها مزيانه. بعد ما كنمشي لداك سميتو المحله ديال الخضر اللي هما ديال الخضر، شي حوايج ما كيعجبونيش تما كنمشي ليدل كناخذهم من عندهم. المهم خليكم معايا، غادي نضرب معكم دويره في ليدل. وهو هذا هذو ميزات ليدل، دائما كيجي داكشي زويون، وعندهم داكشي ديال سميتو ديال المانيا، اي حاجه يعني كل مره شنو كيجيبو، يعني ديما كيجيبو ميزات زوينين، ولا الثمنه كتكون من داكشي كتساوي على الثاني 7 يورو. سي مساج تاع هما جابوهم، دائما كيديروا الثمنه زوينه، وكل مره شنو كيجيبو بطبيعه الحال، مره كيجيبو. المهم تزوز الزهر ديالك ولا نسيو الزهر ديالك، كنجيبو هاد الكراسه هادو نتاع سميتو ديال البحر ب 10 يورو. وكاينه حتى هاد الماكينه هادي اللي كتنفخو على البشكليتات وهذا. المهم شوف هادو ديال الطوموبيل كيعملو لهم، هذا هو ليد والألعاب ديال دريسر. هذا شحال مزيون كيمشي في الماء هذا. شوفو هذا هو بالونات، هادشي اللعب تاع دريسر صغار. هادو بحال سميتو بحال المجامر، هادو هما كيطيبو فيهم. اول مره كنشوفهم بصراحه، والاثمنه خاص زوينين. دابا هادشي اللي كاين هاد الاسبوع هذا، كاين الثلاجه تاعو كيدير فيهم سميتو الحوايج كيبردو في الطوموبيل. وجابو حتى علبه ليزات هاد المره، شوفو شحال الثمن، ماشي غالي يعني 3 ب 50 يورو.
هذا اسمي فرد ماركة هذا. هذا كيدار ثاني فوق الكرسي، يعني كل مرة شنو كيجيبو، كل مرة كيفاش. هي هذيك زوينة، هذيك اللوحة هذا زكريا نشوف. اي هادشي الكرسي ديال الشوا وديال هذا، كيحيدو من هذه الشوا ملي كتكون كتشوي باش ما تحرقشي. شوفي الشوايات باقي العيد كبير. هي عجبتني هاد اللوحة هادي، انا هادو اللي كنستعمل بزاف في الدار. شحال هادي الثمن ديالها؟ وثقيلة زيونة. شحال كتعمل الثمن؟ بومبو شناي بلانك دابا 10 الايرو. لا هادي 5 الايرو. خريل بان، شوف هذيك اللي كيشوي فيه. وري شوف زكريا كونفليشن شنو هما ديال الشوا مزيونين. شحال؟ 7 ايرو. فين غاديرهم؟ المجمر كاين عرفتي، هذاك ما يجوش فوق المجمر اللي عندنا. ناي ما يجوش فوق المجمر. فين درتي؟ شحال كيدير؟ 12 ايرو. هذا هي داك الصغير زويون، يدير فيه البيض باللوحه ديالو. شوف زكريا هذاك عجبني واحد، هذا مزيون، هذا زويون. شوف هاد الصغير شحال كيدير زكريا الثمن ديالو. سير شوف ليه، ديرلو سكينه ليها شوف شحال. كاين هادشي هذا في الكوزينه، بقات باش تحركي باش دير. أو 13 يورو، أوكي. هادو ديال نوام صح. وثاني المهم هادو كيجيبو داكشي ديال ألمانيا، راه معروفة ليدل كتجيب داكشي ديال، هي أصلا شركة ألمانية. طريعات نتاع الصيف قدامي شوف، 4 يورو. هادشي عندي منهم في الدار. هادي الغشا اللي كيعطيني سميتو، إي الآلات ديال دائما كيجيبوا احمر، جيبوا واحد الصبابط كيديروا شي 70 ولا 80 ليرو في الحوانت، هذوك ديال ميديش ميديكال صبابط. وهنا جابوهم ب 9 ليرو شي حاجه. يعني ديما كاين عند ميزات. واول مره كنصور لكم ليدل الصراحه، ماشي دائما. شوفوا هذه شناي بلان كيقطعوا ليها. شنو هذا؟ حنا ناخذوا هادي. ازاي تاخذوهم على خاطر بردات؟ هي بسميتو بهذا بالطاقة الشمسية، بالطاقة الشمسية زكريا هادي اللي كتخدم. كيعلقو عندهم فوطات في الدوش. يعني عندهم هنايا صوبة. هذا هو ليدو هذا. شيبس والحوايج وهذا. يعني وعندهم حتى الحوايج ديال سميتو، عندهم حتى الحوايج مزيونين. هادشي ديال ديال عناية بالجسم، وهذا صابون كل حاجة. هادي السنان، هادي ديال السنان تاع رجلين. يعني مجرب الحوايج ديالهم كيكونو مزيانين، الأثمنة عندهم زوينة و مزيونين. هي شكلات شي غالية وما تدير حتى شي حاجة، ما تكونش مزيانة. بغيت نقول لكم واحد الحاجة، راه ما خليت الصابون اللي جربت والله العظيم ديال ليدل هو أحسن الصابون، وكيخلي ريحة في الحوايج، كيخلي الريحة في الدار زوينة. يعني كنت دائما كناخد كنجيب الماكرو ما خلي منين جبت، ولكن أحسن الصابون هو هذا. ولكن كاين دوك البوديزات الكبار كيتبقى مرخصين، كاينين هادو هما الكولور وكاينين هادو. انا ما كنتش عارفه هذه القضيه حتى قال لي واحد السيد كيتصرفوا معنا كيجيو عندنا، قال كان حنا الصابون اللي كناخذوه هو ديال ليدل، ما خليت الصابون اللي جاب كان ديال ليدل والله الا مخير. وكتديروا هذا اللي كاين السم هذا خلاص، هذا لا كلاس كاع النوع تاع لا كلاس كاين. كناخذ انا دائما كناخذ هذا. وهادو عاوتاني الخضرات ولا الفاكهه كيعملوها في الديفريش، يعني كيجيبها العصير من داك الشيء كناخذو حتى هو كنطحنو مع الليمون ولا ممكن حتى مع الماء.
هكا ولا هكا. الا خديتي مثلا الا خديتو مثلا الفريز، الفريز راه غير واحد شنقول لكم يومين في الثلاجه كيخسر. اللهم تاخذ هذا هو ديال دي فريش، كيكون ناقصين شويه الفيتامينات ماشي بحال اللي هو فريش، ولكن كيبقى مزيان. عندهم حتى النبات، الحاجه هنا كتاخذ النبات ديالها. الصابون ديالهم خلاص نتاع السياق نتاع سميت ونتاع داك، بصراحة كلشي زوين عندهم. ناخذ هذاك المغرب دائما ديال التواليت. هادشي غادي يجي السيمانة الجاية، غنجي ناخذ هاد البريقات هادو ثلاثة تهرسو لي ثلاثة سبحان الله، بقات لي غير وحدة غنجي ناخذهم. نشان سكان فوق فوق انا بعد كان في ستين معي انا بونجا. اوكي غادي تكون هاد سميتها هادي السيمانه الجايه في 200 يورو. هنايا غيعملوا لها 89 يورو.